بعد ما صحيت من العناية المركزة انتبهت لرجلي، فشفتها مبتورة من فوق الركبة. فبسأل الدكتور بقول له ليه يعني بطرتها من فوق الركبة؟ فبقول لي أنا لابد أن أقص من فوق الركبة أو أبترها من فوق الركبة، لأنه بلاش تصير غرغرينا وتصل لمستوى جسمك من أعلى فوق وتموت فيها. بعد 10 أيام بديت أتأقلم على اللي هو الإصابة اللي أنا عشتها، وبديت حطيت برنامج في حياتي إني إن شاء الله أنا حكمل حياتي هيك وحستمر. حتى لو ركبت طرف صناعي، إنه أنا فقدت عضو من جسدي، حتركز على طرف صناعي اللي خلقه الله، مو زي اللي خلقه عبد الله. انت فأنا اليوم حاطط طرف اصطناعي؟ لا ما حاطط طرف صناعي، لأنه البتر قصير يبعد عن مستوى الحوض فقط 16 سنتي، وهذا لازم أنا أركب طرف صناعي في ألمانيا.